يوم القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الأخبارية، والبداية نأتيكم بالعناوين. فوز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيسة الإسرائيلي. مقتل مدني وإصابة امرأة بقصف لمسيرة تابعة للنظام التركي على مركز قضاء سنجار بالعراق. أربعون محاميا إيرانيا بعضهم داخل البلاد ينددون بسياسة القمع ويرجحون سقوط الحكومة الإيرانية. خفر السواحل اليونانية تنتشل 22 جثة لمهاجرين قضوا غرقا في بحر إيجه. أكدت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الخميس فوز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بغالبية 64 مقعدا في الكنيسة من أصل 120. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات. وهنأ رئيس الوزراء المنتهي ولايته يائير لبيد زعيم حزب الليكود على فوزه في الانتخابات في بيان أصدره مكتبه، وأشار فيه إلى أنه أصدر تعليمات للتحضير لانتقال منظم للسلطة. وجاءت الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو في الصدارة إذ حصلت على 64 مقعدا منها 32 للليكود اليميني و18 مقعدا للحزبين يهودوت وهوتوار أيضا وحزب شاس و14 مقعدا لليمين المتطرف. أفاد الجيش الإسرائيلي بانطلاق سفارات الإنذار في وقت متأخر من مساء الخميس في ثلاثة تجمعات سكنية بجنوب البلاد بالقرب من الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق محتمل للصواريخ. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وأضافت الوزارة إن من بين القتلى ناشط في حركة الجهاد الإسلامي ورجل تتهمه الشرطة الإسرائيلية بطعن أحد عناصرها، فيما قتل الاثنان الآخران خلال مداهمات بالضفة الغربية. وألقى نبيل أبو ردين المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس باللوم على إسرائيل في التصعيد الحالي، محذرا من أن استمرار التصعيد بهذا الشكل سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة لا عودة، الأمر الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميع بحسب قوله. وتصاعدت حدة أعمال العنف في الشهور القليلة الماضية بعد أن شنت إسرائيل حملة قمع ردا على سلسلة هجمات دامية نفذها فلسطينيون ضدها. انتقد 40 محاميا إيرانيا بارزا في مجال حقوق الإنسان بشكل علني سياسة حكام البلاد من رجال الدين، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي بهم إلى السقوط. المحامون الإيرانيون وبعضهم ما زالوا داخل البلاد قالوا في بيان إن إجراءات القمع العنيفة لم تعد تخيف المحتجين. أصوات حقوقية من داخل البلاد وخارجها بدأت تتراصف جنبا إلى جنب مع الأصوات المناهضة لسياسة السلطات الإيرانية تجاه المحتجين والحريات العامة في البلاد. فقد انتقد 40 محاميا إيرانيا بارزا في مجال حقوق الإنسان بشكل علني سياسة حكام البلاد من رجال الدين، معتبرين أن هذه السياسات ستؤدي بهم إلى السقوط.
المحامون الإيرانيون وبعضهم داخل البلاد قالوا في بيان إن الحكومة الإيرانية لا تزال غارقة في الأوهام وتعتقد أن بإمكانها إسكات الأصوات عبر القمع والاعتقال والقتل، معتبرين أن استخدام هذه السياسات لم يعد يخيف المحتجين في أنحاء البلاد. البيان الحقوقي رجح سقوط الحكومة الإيرانية في نهاية المطاف على اعتبار أن الشعب في إيران حرق سفن العودة وقرر انتزاع حقوقه، واصفين القضاء الإيراني بأنه أداة للقمع وتثبيت الاستبداد، ولديه مسؤولون غير مستقلين وفاسدون على حد تعبيرهم. وجود بعض هؤلاء المحامين داخل البلاد يعرضهم لخطر الاعتقال، لكنه أيضا يشكل دليلا واضحا على أن عددا متزايدا من الشعب في إيران قد كسر حاجز الخوف الذي شكلته السلطات منذ عقود. وخلال الاحتجاجات المستمرة التي أشعلها مقتل الشابة الكردية جينا أميني تحت التعذيب، لجأت السلطات الإيرانية لإجراءات صارمة واعتقالات طالت العديد من المحامين والأطباء في محاولة منها لإسكات الأصوات المطالبة بإنهاء حقبة طويلة من الظلم والقمع والاستبداد. استهدفت القوات الروسية بقصف صاروخي محيط سجن إدلب المركزي شمال غربي سوريا، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الروسية استهدفت بصاروخين من طراز توشكا أيضا العنقودية محيط سجن إدلب المركزي والأحراش الغربية بريف إدلب دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها القصف. هذا وقد شهد محور فليف بجبل الزاوية جنوب إدلب والمشاريع بسهل الغاب غرب حماة قصفا متبادلا بعشرات القذائف المدفعية بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي من جهة أخرى. وفي وقت سابق أفاد المرصد بأن الفصائل المسلحة استهدفت بصاروخ موجه عربة عسكرية لقوات الحكومة السورية بريف حلب الغربي، نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات الحكومية. شن الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له قصفا بالأسلحة الثقيلة على ناحية تل رفعت شمال غربي سوريا، وتعرض مركز ناحية تل رفعت الأهل بالسكان المدنيين صباح الخميس لقصف مدفعي عنيف مصدره نقاط الاحتلال التركي المتمركزة في تلك المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة بمنازل المدنيين ومحلهم التجارية دون ذكر معلومات عن ضحايا بشرية. وفي وقت سابق استهدفت مسيرة للاحتلال التركي وأسلحته الثقيلة عدة قرى بريف منطقة كوباني شمال وشرق سوريا، ما أسفر عن إصابة عنصر من قوات الحكومة السورية بجروح. رحبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتصريحات التي صدرت في ختام قمة الدول العربية المنعقدة في الجزائر من اتفاق على الحل السلمي للأزمة السورية، معربة عن استعدادها للحوار السوري السوري. وأكد بيان الإدارة الذاتية أن التوجه العربي خلال القمة يمثل الوجهة الصحيحة للحل والاستقرار في سوريا من خلال الحوار مع كافة القوى الوطنية الحريصة على وحدة أراضيها. وأشار البيان إلى أن ذلك
ذلك يأتي ضمن حل توافقي سياسي يضمن حقوق جميع السوريين دستوريا بعد أعوام من الحرب والدمار والتدخلات الخارجية في الشؤون السورية. هذا ودعت الإدارة الذاتية الدول العربية وكل القوى الداعمة لهذا التوجه للتعاون والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام والقضاء على الإرهاب وكافة المشاريع المقسمة لسوريا. بعد يوم على اختتام أعمالها تتطلع الأنظار لتجسيد المشاريع والقرارات المصادق عليها في قمة الجزائر على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها وما يخص التعاون العربي في الجانب الاقتصادي. المزيد في تقرير مراسلتنا سارة بانا. خمس محاور تضمنها إعلان الجزائر تصدرتها القضية الفلسطينية ونالت الأوضاع السياسية والاقتصادية العربية منها حصة الأسد. ورغم أن الحديث عن مدى تطبيق القرارات لا يزال مبكرا، إلا أن الملف الليبي سيشهد تطورات حسب مراقبين بعد استنكار التدخلات الأجنبية في المنطقة وتأكيد الإعلان على ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات لحل الأزمة. يمكن أن يكون فعليا على أرض الواقع ومطبق هي مخرجات ما تكلمت عنه الجزائر من الملف الليبي وطريقة التصالح الليبي وكذلك المحافظة على الوحدة الترابية الليبية، كذلك تكلمت عن قضية فلسطينية والعودة إلى المبادرة العربية للسلام 2002. تبقى قضية الآلية التنفيذية، أولا الجزائر هي التي سوف تكون مشرفة على ذلك من 2022 إلى 2023. اثنين، متعلق بتطبيق المقترح والتوصيات التي كانت على هامش التحضيرات العربية. فتح سوق عربية مشتركة وإزالة العراقيل الجمركية وتمتين العلاقات العربية الاقتصادية تبقى أهدافا لا يمكن تجسيدها إلا بحل المشاكل السياسية وإنهاء الأزمات الداخلية. ممتاز، اليوم القرار الاقتصادي يسبقه قرار سياسي، لأنه اليوم الخريطة الاقتصادية إذا تبنى تحت إرادة سياسية للمجموعة العربية والجسم العربي لن ترى أي شيء، وبالتالي اليوم الأمر يتوقف على مدى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى القادة العرب، وبالتالي فتح كل الملفات وعلى رأسها ما تفضلت الملف الاقتصادي. ويؤكد إعلان الجزائر على ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفق المرجعيات المتفق عليها. يسدل الستار أخيرا وتتضح الرؤية، وبينما تضمنه إعلان الجزائر وما سيتجسد مسافة حول كامل وإرادة سياسية عربية. من الجزائر سارة بانا اليوم. مشاهدينا ابقوا معنا، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النشر. الأضرار الفنية للسد سواء من خلال تسريع وتيرة البناء أو تقديم مراحل على أخرى ستؤثر على معايير السد وبالتالي على الدول الثلاثة. مريم سعيد، اليوم، القاهرة. قتل شخص وأصيبت امرأة بقصف مسيرة تابعة للنظام التركي يوم الخميس على مركز قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي استهدفت حي النصر بمركز قضاء سنجار، أسفر عن مقتل شاب مدني وإصابة امرأة تم نقلها إلى مشفى سنجار. هذا ويواصل النظام التركي قصفه البري والجوي على المناطق الحدودية الأهلة بالسكان المدنيين
في إقليم كردستان وقضاء سنجار ومناطق أخرى شمالية العراق، ما يتسبب عادة بوقوع خسائر بصفوف المدنيين، إضافة للأضرار المادية وسط صمت حكومتي أربيلة وبغداد. باشرت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامها وسط أزمات عالقة منذ سنوات وتساؤلات عديدة حول كيفية تعاملها مع الملفات المتأزمة في البلاد كالاعتداءات الخارجية وانتشار الفساد والحركات الاحتجاجية وغيرها. الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تواجه مهمة ليست سهلة بالتأكيد، كونها ورثت تركة من الملفات الثقيلة التي ستجعلها على المحك، لكن الإجماع السياسي على منح السوداني الثقة قد يسهل عليه ترجمة برنامجه الحكومي على أرض الواقع كما يرى نواب في البرلمان. حكومة السودان باشرت مزاولة مهامها وسط أزمات عالقة منذ سنوات وتساؤلات عديدة أثيرت حول كيفية تعاملها مع الملفات المتأزمة في البلاد كالاعتداءات الخارجية وإعادة إعمار الخراب الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي وانتشار الفساد والحركات الاحتجاجية وغيرها. وبحسب المتابعين فإن رئيس الحكومة الجديدة سعى لتشكيل حكومة كفاءات بمشاركة جميع القوى السياسية، لكن هذه الحكومة لم تستطع الخروج من نطاق المحاصصة الطائفية، وهذا ما جعل الشارع العراقي لا يعول كثيرا على قدرتها في إنقاذ البلاد من مآزقها. ورغم أن المنهاج الوزاري للسودان حظي بتأييد سياسي نوعا ما فضلا عن تعهداته في إعادة النازحين وتوفير بيئة مناسبة لهم، إلا أن التحديات التي تنتظره لا تؤشر بنهاية قريبة لأزمات العراق. بالنسبة للعلاقات الخارجية، دعا محمد شياع السوداني إلى إعادة هيكلتها بالارتكاز على معيار ضمان المصالح المشروعة للشعب العراقي واحترام سيادة البلاد وعدم التدخل بشأن الداخلي. أما داخليا فقد تعهد رئيس الوزراء الجديد بانتهاج سياسة حازمة لإيقاف حالة الفساد المالي والإداري وإعادة الأموال المنهوبة، إضافة لإعادة هيبة الدولة واحترام أجهزتها الأمنية ودوائرها الحكومية وسيادة القانون. ويرى مراقبون أن السوداني يحاول احتواء التيار الصدري من خلال تعهده بإجراء انتخابات نيابية في برنامجه الحكومي، وهو المطلب الرئيس الذي طالب به مقتدى الصدر خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي قد يمنح الصدريين استقرارا نسبيا. وفيما يخص منطقة سنجار في محافظة نينوى، فقد وعد محمد شياع السوداني بالحفاظ على حقوق سنجار وإعمارها وإنهاء ملف النازحين من خلال تهيئة أرضية مناسبة لعودتهم إليها. هذا وإن كانت حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني قد حصلت على ثقة مطلقة من مجلس النواب، فربما لم تحصل عليها من الشارع العراقي عبر تعهدات خطية ما لم تترجم هذه الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع من خلال المراهنة على تغيير الواقع الاقتصادي واتخاذ خطوات جدية وفاعلة لاستعادة هيبة الدولة من جماعات السلاح المنفلت ومافيات الفساد والتدخلات الخارجية التي تعبر عن تجاوز خطير على سيادة البلاد. نائب رئيس مجلس الوزراء. يجري المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ زيارة لدولة الإمارات والسعودية لتعزيز الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في اليمن بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وحذرت الخارجية الأمريكية في بيان الحوثيين بالقول إن العالم يراقب أفعالهم وعليهم التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى نداءات اليمنيين من أجل السلام على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة بأن السبيل الوحيد لإنهاء 8 سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم. ويأتي بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد يوم من مغادرة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ متوجها إلى الشرق الأوسط. بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، أقامت جمعية الصحفيون لحقوق الإنسان في الخرطوم ندوة طرحت من خلالها شهادات وإفادات لصحفيين تعرضوا للانتهاكات في السودان. المزيد في تقرير مراسلتنا مودة سر الختم.
بلغ قمع العمل الصحفي في السودان حد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالصحفيين، فخلال هذا العام فقط تعرض العشرات منهم لانتهاكات إنسانية خلال تغطيتهم للاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، والصحفي علي فارساب أحدهم. فنهالوا بالضرب وبعد ذاك السحب بالأرض و بعقاب عقاب البنادق برضو وبالأحذية. إلا جواحد من أفراد الشرطة بعد العشرات، يعني ديل الناس الضربوني ديل ما بين 20 ل 30 نفر. توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة السودانية من قبل الجهات الأمنية يعتبره كثيرون بالخطوة الأولى والأهم في طريق حماية الصحفيين. يمكن إحنا كنا محظوظين أنه كانت الكاميرا في المكتب شغالة ووثقت لحظة دخول القوات يعني للمكتب، لكن في كثير من الزملاء بيتعرضوا لانتهاكات أكبر وأسوأ من دي بمئات المرات، ولأن الصورة ما بتكون موجودة بيكون الإحساس بها ضعيف. يعني الإحساس ليه كان كبير؟ ما عشان ده مكتب العربية، لكن بس عشان شافوا صورة قدامه، فأي صورة هي بتظهر بتوضح أي انتهاك لصحفي هي بتخلي الناس تلتف في المسألة بصورة أكبر. وشهد الإعلام السوداني خلال عامي الفترة الانتقالية الماضية تحسناً في مستوى الحريات الصحفية حتى استيلاء الجيش على الحكم المدني في أكتوبر العام الماضي، فشكل محطة كبرى في انتهاك الصحافة كما يرى صحفيون. الانتهاك الوقع على الصحافة انتهاك كبير من سلطة الإسلاميين، سلطة 89، انتهاك لم يحدث في أي مكان في العالم بعد الثورة العظيمة. الثورة العظيمة يا إخواننا، هذه الثورة هي فتحت باب كبير جدا لحقوق الصحفيين، فتحت باب أساسي، فبدأ الناس يخرجوا ويتحدثوا في القنوات الفضائية حتى بعد منذ أن بدأ النظام يترنح. ولكن بعد الفرحة ما تمت وقع انقلاب 25 أكتوبر. انقلاب 25 أكتوبر هو واحد من أيضا من محطات الانتهاك الكبرى للصحافة. وفي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، دعت نقابة الصحفيين السودانيين إلى ضرورة عمل إصلاح قانوني ورفع الحصانات المرتبطة بالعمل الأمني والعسكري. قضية الحماية غير التدريب محتاجة لإصلاح بعض القوانين، ولعل ذا بيفتح الباب حول قضية الحصانات المرتبطة بالعمل الأمني والعسكري، وعدم تعرض الذين يعملون في المؤسسات الأمنية والعسكرية للمساءلة. وده الجرائم ليست على الصحفيين بس، فقط على بقية قطاعات الشعب السوداني، لكن الصحفيين واحدة من القطاعات اللي قاعدة تعاني منها، لأنه حتى الآن كل الاعتداءات تمت ما فيها ولا اعتداء حدد من الذي قام به، ما في بلاغ دوين في النيابة، ما في إجراء اتخذ. وظل الصحفيون السودانيون طوال العقود الثلاثة الماضية خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير يشتكون من المضايقات وملاحقة الأجهزة الأمنية. تكشف التقارير الرسمية بأن 59 صحفيا على الأقل تعرضوا لانتهاكات أمنية منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر العام الماضي، فيما لا يزال قطاع الإعلام في السودان يعاني من سطوة أمن الانقلاب العسكري. مودسر الختم، قناة اليوم، الخرطوم. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى التحقيق الكامل وملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين خلال العامين الماضيين. وقالت البعثة في سلسلة من التغريدات على حسابها في تويتر أنه في عامي 2021 و2022 اختطف أو تم اختفاء 3 صحفيين على الأقل في ليبيا، وتعرض 3 آخرون بينهم امرأة للاعتداء على أيدي عناصر مسلحة أثناء إجراء مقابلات علنية ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة. وأشادت البعثة بالعاملين في مجال الصحافة الذين تعرضوا لخطاب الكراهية والضرب والاعتقال والقتل بسبب عملهم الذي يضمن حق الناس في الوصول إلى المعلومات.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم وجود أي دلائل على أنشطة نووية غير معلنة في 3 مواقع بأوكرانيا جرى تفتيشها على خلفية اتهامات روسيا بتطوير قنبلة قذرة. وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في بيان أنه من خلال التقييم التقني والعلمي الذي أجراه مفتشو الوكالة في المواقع المذكورة فإن النتائج أظهرت عدم وجود ما يدل على أنشطة ومواد نووية غير معلنة. وأشار غروسي إلى أن الوكالة ستعلن عن التقرير المتعلق بنتائج العينات البيئية في أقرب وقت. وكانت أوكرانيا قد طلبت خطيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فرق من المفتشين بعد أن تحدثت روسيا عن أنشطة نووية أوكرانية يجري الإعداد لها في معهد البحوث النووية في كييف ومنشأة للتعدين والمعالجة في جوفتي كودي ومصنع في دنيبرو. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. غفر السواحل اليونانية تنتشل 22 جثة لمهاجرين قضوا غرقا في بحر إيجا. Some member states raised also the situation in the Eastern Mediterranean. أعلن خفر السواحل اليوناني انتشال جثث 22 مهاجرا على الأقل بينهم أطفال في بحر إيجا قضوا جراء غرق مركب شراعي كانوا على متنه فيما تستمر عملية البحث عن أكثر من 30 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين. غرقا في مياه البحر وعطشا وجوعا في الغابات مصير مئات اللاجئين الذين هربوا من البلدان التي تعاني ويلات الحرب أو الفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل. ففي آخر مآسي اللاجئين أعلن خفر السواحل اليوناني انتشال جثث 22 مهاجرا بينهم 5 أطفال لقوا مصرعهم بعد غرق قارب شراعي كان يقلهم قرب جزيرة إيفيا حيث كان على متنه 70 شخصا فيما لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين. كما عثر في وقت سابق على جثة قبالة سواحل جزيرة ساموسا اليونانية يعتقد أنها لشخص قضى في حادث غرق قارب صغير أبحر من سواحل تركيا وكان يقل 12 شخصا. وفي تعليقه على أزمة الهجرة التي تشهدها أوروبا قال وزير الهجرة اليوناني نوتس ميتراخي أنه من المستحيل فعليا مراقبة آلاف المراكب التي تبحر في مياه دولية جنوب اليونان.
بدورهم أكد مسؤولون أن المهربين باتوا يسلكون الآن طريقا أطول مسافة وأكثر خطرا لتفادي دوريات الاتحاد الأوروبي في بحر إيجا سعيا للوصول إلى إيطاليا. هذا وقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 300 من المهاجرين في الشرق المتوسط هذا العام بين غرقى ومفقودين، بينهم 22 طفلا. فيما أكد خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ نحو 1500 شخصا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وتعد دول اليونان وإيطاليا وإسبانيا من الوجهات المفضلة للهاربين من إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن الأمان وفرص حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي. تحركات ترسيم الحدود التي طفت على السطح وزادت وتيرتها مؤخرا انطلاقا من اتفاق بين مصر واليونان إلى آخر بين لبنان وإسرائيل، وليس انتهاء بلبنان واليونان، لتتبعها سلسلة من الإجراءات الإقليمية ضيقت وأفشلت حلم الوطن الأزرق لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، خاصة بعد تحول شرق المتوسط إلى مسرح لرقص الفيلة من خلال تنافس الشركات الإيطالية والفرنسية والأمريكية والروسية. وطن أزرق لتركيا، حلم أردوغان الذي راوده في يقظته ولم يفارق ذهنه الصورة النمطية التي يتهيأها لنفسه سلطان البرين والبحرين. فهذا مختصر ما طفى على السطح عام 2019 عندما أظهر أردوغان هذه النوايا في مراسم أداء اليمين الرسمية في جامعة الدفاع الوطني التركية في اسطنبول، والتي امتدت من وسط بحر إيجا إلى الجزر اليونانية دون إشارة إلى المياه الإقليمية اليونانية المحيطة بها. فعن جهية النظام التركي بدأت من هنا إثر محاولته سلب قبرص حقوقها الاقتصادية التي تتراوح ما بين 102 و170 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز من خلال سيطرته على الشطر الشمالي من الجزيرة منذ عام 1974، وهو ما لم يعترف به أحد سوى تركيا وحدها. الترانزيت التركي أتعب نظام أردوغان لما تشكله بلاده من نقطة عبور لنفط وغاز روسيا وكازاخستان وأذربيجان والعراق وإيران إلى الأسواق الأوروبية، لذا بدأ البحث بشتى الوسائل ومن خلال البلطجة الدولية لأن يكون بلدا منتجا للغاز خصوصا في المتوسط. بدأ النظام التركي هذا الحلم باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينه وبين حكومة فائز السراج الليبية وضربهم عرض الحائط المياه الإقليمية لمصر واليونان وحصوله على مساحة مائية كبيرة جدا تصل إلى 189 ألف كيلومتر مربع، فيما زادت مساحة نفوذ ليبيا إلى أكثر من 16 ألف كيلومتر مربع، ناهيك عن التوقعات التي تفيد أن 40% من الغاز المتوقع ظهوره في المتوسط هو في مياه ليبيا الإقليمية. مصر في المرصاد، والتي سارعت لنسف اتفاقية السراج أردوغان عبر ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وما زاد الطين بلة في وجه أردوغان هو ترسيم الحدود اليونانية اللبنانية بعد أن تم ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية وسعي الغرب إلى استخراج الغاز ونقله عبر المتوسط وليس عبر خطوط الترانزيت المعهودة التي استغلها النظام التركي لسنوات. صفعة أخرى وجهتها القاهرة للنظام التركي عبر تهميش تركيا كدولة مطلة على الشرق المتوسط في منتدى شرق المتوسط الذي أطلقته القاهرة رفقة اليونان وقبرص وفلسطين وإسرائيل والأردن. أما عن موسكو التي وضعت بالحسبان مساعي الغرب الرامية إلى تنشيط عملية التنقيب شرقي المتوسط عبر تذليل العقبات بين الدول المتنازعة على الحدود الإقليمية لكل منها، لذا استثمرت روسيا في الصراع السوري عبر وضع يدها على الساحل السوري والاستثمارات التي عقدتها لآجال طويلة، ليجد الغرب نفسه أمام هيمنة روسية من البوابة السورية المطلة على المتوسط بعد أن حاول التخلص منها في البارة، وهذا ما سيؤجل ملف ترسيم الحدود مع سوريا ويجعله بعيد المنال في الوقت الراهن. ليتحول حلم الوطن الأزرق لأردوغان وشرق المتوسط إلى مسرح لرقص الفيلة من خلال تنافس الشركات الإيطالية والفرنسية والأمريكية والروسية، ويبقى مخطط أردوغان أضغاث أحلام تصطدم بواقع لا موطئ قدم له فيها، ليكذب البحر الغطاس في نهاية المطاف يقول مراقبون.
التذكير بالعناوين. فوز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيسة الإسرائيلية. مقتل مدني وإصابة امرأة بقصف لمسيرة تابعة للنظام التركي على مركز قضاء سنجار بالعراق. أربعون محاميا إيرانيا بعضهم داخل البلاد ينددون بسياسة القمع ويرجحون سقوط الحكومة الإيرانية. خفر السواحل اليونانية تنتشل 22 جثة لمهاجرين قضوا غرقا في بحر إيجان. ختام النشرة مشاهدينا، دمتم بألف خير، إلى اللقاء. كانت القضايا مبهمة والأنباء متضاربة والحقيقة مختبئة في زوايا الأحداث، مهمتنا تكمن في هذه الزاوية. نضعكم في خانة الحدث لتكونوا على اطلاع بكل التفاصيل باستقراء المآلات والتطورات، ولتكونوا على اطلاع مستمر ببرامجنا السياسية والمنوعة المرأة والرياضة من خلال زيارتكم لموقعنا الرسمي.